قال سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إن هناك موجة تضخم في العالم بسبب الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والتغيرات المناخية. أضاف نصار أنه لابد من حدوث توافق بين السياسات النقدية فضلا عن طرح مقترحات لزيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة وعمل إحلال للواردات. لابد من توافق وحساسية بين السياسات النقدية، السياسات المالية مثلا الضرائب، جمارك، وحدة الموازنة وشمولية الموازنة. إنما أهم سياسة في هذه السياسات التي يمكن أن تواجه بها التضخم هي السياسات الاقتصادية الإنتاجية.